شدد رئيس أذربيجان إلهام علييف على تمسك بلاده بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا وأكد الرئيس الأذري أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع المبادرات المصرية في هذا الإطار موضع الاهتمام. فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فكان هذا الموضوع يحظى باهتمامنا كبير أثناء رئاستنا لحركة عدم الانحياز، وموقفنا ينحصر في قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولابد أن تتوقف الحرب في غزة فورا، وكل القضايا لابد أن يتم حلها ومعالجتها بطرق سلمية من خلال محادثات، حيث أكدت لسيادة الرئيس أن أذربيجان تدعم الجهود المصرية في هذه الاتجاهات في هذا الاتجاه، ولا بد أن تأخذ جميع المبادرات المصرية في هذا المسار للاعتبار.